جمال الشعور والتجهيزات للشهر الكريم. شوفوا معي الطفريات اللي توفرت، أشكال جدا جميلة وبرسومات مرة حلوة. راح تأخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. تعالوا قضوا من عندها ولا تفوتكم المتعة. ونيجي لقسم التحف، قسم الألعاب، نوريكم جديدنا اللي توفر من زينة رمضان، تعليقات إكريليك باللون الذهبي، قمة في الفخامة والأناقة. اللي حابة زين تزيين مرة فخم لا تفوتها الزينة اللي توفرت عندنا، أشكال جدا جميلة بالهلال والفانوس وأيضا التغريسات اللي ما تتفوت. رح تاخذوا سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. كمان التعليقات الورقية توفرت عندنا تشكيلة جديدة، راح تاخذها بسعر 5.75 ريال هللة. زينة رمضان متوفرة عندنا بأشكال مرة حلوة لا تفوتكم. عندنا العلب المعدنية بأحجام مرة مختلفة وألوان كثيرة تنفع للمكسرات وتوزيعاتكم الحلوة. إضافة إلى العلب المعدنية بالحجم الكبير توفرت عندنا العلب الصغيرة الكيوت بالحجم الحلو هذا، راح تاخذوا المغلف في 3 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، تجيكم بمقاسين المربع والدائري. كمان الإضاءات الرمضانية توفرت عندنا بشكل مرة حلو، شكل النجمة، وراح يكون بإضاءة داخلية. راح تاخذوا سعر الحبة بسعر 5.75 ريال هللة، متوفر بشكلين مختلفة. اليوم ندلعكم بجديد ومميز من قسم التحف والهدايا بالنسبة للتوزيعات. توزيعات تناسب رمضان وأيضا تناسب العيد، أشكال جدا جميلة باللون الذهبي الأنيق. راح تاخذ المغلف في 3 قطع بسعر 5.75 ريال. شوفوا معايا فخامة وجمال علب التوزيعات، كل شكل أجمل من الثاني. هذا على شكل وسادة ملكية، أشكاله جدا جميلة وبمسكة أنيقة فخمة. راح تاخذوها 3 ألوان 4 ألوان مختلفة، الوردي والزيتي والعنابي وأيضا السكري. والمغلف يجي فيه 3 حبات بسعر 5.75 ريال هللة بس. طبعا الشكل هذا يناسب كل المناسبات. توفر عندنا الصواني الكرتونية حلوة للعصيرات، العلب العصيرات البلاستيك وأيضا للتوزيعات بعبارة رمضان كريم، أشكالها جدا جميلة وراح أوريكم صور توضيحية. بس خلوني قبل أوريكم علب العصير اللي توفرت عندنا من البلاستيك، أشكالها جدا جميلة وبعبارة أو استيكر الفيمتو وأيضا التانج. توفر بعدة أشكال مختلفة، في هنا المربع والدائري الشكل الجميل هذا. وراح تاخذ المغلف فيه 4 قطع أو 5 قطع على حسب الحجم بسعر 5.75 ريال هللة بس. والطقم الأزرق الأنيق اللي كثير تجينا أسئلة عليه اللي سويناه في التنسيقات، لسه متوفر عندهم كميات مرة حلوة لعيونكم. متوفر عندهم الصحون المسطحة والزبديات العميقة وأيضا الزبديات الصغيرة. راح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. شوفوا معي الزبديات الحجم الكبير اللي توفرت من الطقم الجميل هذا، راح تاخذها بسعر 5.75 ريال هللة، حلوة للعجن وأيضا للدرمويب وللخفق، حجمها جدا مناسب. أكثر من كذا درع ما راح تلاقوا. شوفوا إيش توفر عندنا من صحون التقديم بالحجم الوسط، أشكال جدا جميلة وبغطاء وعبارات جدا مميزة، عبارة رمضان كريم وأيضا الهلال. وتخيل كم سعرها، مو الوحدة، راح تاخذوا 2 بسعر 5.75 ريال هللة، حجمها جدا مناسب 240 ملي، حلوة للمكسرات وللتمر وأيضا للحلى. وشوفوا معي كمان كاسات الحلى، أحسها تناسب أكثر شيء للآيس كريم أو سلطة الفواكه لأن حجمها مو صغير والحجم الوسط. راح تاخذوها بعرض جدا مميز، راح تاخذوا المغلف في 2 قطعة بسعر 5.75 ريال هللة، لا تفوتكم حجمها مرة حلو. البهارات الأكثر طلبا والأكثر مبيعا بغطاء خشبي طبعا من النوع القزاز، راح تاخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال هللة، حلو للمكسرات وأيضا للكوكيز وحلو كمان لشموع العائلة. ممكن حتى تحطوها كقطعة ديكور، فكوا الغطاء الخشبي وتعبوا العلبة موية وشمعة قائمة وتستمتعي بأجمل منظر جميل.
تحبين أطقم السفرة من الملايين، توفرت عندها تشكيلة جدا مميزة وأطقم مرة مرة حلوة. شوفوا معي كيف تقسيماتها جدا عملية في بالشكل المربع وأيضا بالتقسيمات الدائرية، أشكالها مرة حلوة وصحون مرة متوفرة بأنواع مختلفة. في عندها البيضاوي والمستطيل والدائري المسطح والزبديات بشتى مقاساتها المختلفة. عندنا هنا صحون الصوصات بحجم الصغير، راح تاخذ المغلف فيه 8 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، وكل الطقم راح تاخذوه من قطعتين الى 8 قطع بنفس السعر المميز. الطقم الانيق الاكثر من رائع اللي ما قدرت اتعداه، شكله جدا جميل بنكشة الشالكي باللون الوردي المميز. راح تلاقوا منه مقاس البيضاوي وايضا المستطيل والدائري، المقاس الحلو هاي البيوت. راح تاخذوا القطعتين او 3 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، وايضا الصحون المسطحة والزبديات. والحلو فيه ان عنده قاعدة من نفس الطقم الجميل، قاعدة للكيك شكلها جدا فخم لا يفوتكم. كمان الستاندات متوفر عندنا في اشكال مرة حلوة ثانية اللي هو الشكل السادة. شفتوا الطقم الكرزي اللي كلكم حبيتوه، توفرت منه طفريات بأشكال جدا عديدة ومتميزة وأشكال أحلى وأجمل من اللي كانت موجودة قبل. تاخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال هللة فقط، لا يفوتكم الجمال اللي توفر لعينكم اليوم. ومن ضمن المنتجات الجميلة والأنيقة اللي توفرت عندنا اليوم في المركز زبديات حلوة للسلطات وأيضا للشربة وثيمات الفواكه المختلفة. راح تاخذوا المغلف، راح يجيكم بالشكل هذا في 3 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، العرض جدا مميز. صحون سيراميك مطفي جدا أنيقة وفخمة لا تفوتكم، السعر ب 5.75 ريال هللة بس. الواحد تقطيع بثيم الشالكي اللي صورتها لكم من قبل، توفرت بألوان جدا جميلة وحلوة وكمية حلوة لعيونكم. راح تاخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال هللة. وأيضا عندنا كرهات أشكال مرة حلوة وألواح التقطيع اللي راح تكون جاية زي كذا بالملحقات مثل السكين واللوح الخشبي، راح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. نجي هنا نغطي لكم عالم الأكواب المتجدد والمتميز دائما. شو معي أكواب السيراميك اللي توفرت أشكال جدا جميلة ومميزة أنيقة في نفس الوقت وبأحجام مختلفة، عندنا الصغير والوسط وأيضا بالحجم الكبير اللي يصلح للشربة أو للكورنفليكس، أشكال مرة حلوة. راح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. توفرت المريلة بأشكال مرة ثانية، بس الحلو فيها أن فيها منشفة أو ممسحة لليدين. اللي حابة تتميز بطاولة سفرة جدا أنيقة لا تفوتها المفارش واللبادات اللي توفرت عندنا، أشكالها جدا جميلة. وراح تاخذوا سعر القطعة بسعر أو القطعتين بسعر 5.75 ريال هللة. وهذه المقاسات لا تفوتكم، أشكالها مرة أنيقة. وفي كمان اللبادات الخيش بألوان مختلفة، في عندنا اللون الأسود واللون البيج. أما مناشف المطبخ فتشكيلتها جدا واسعة وجودتها عالية وعالية الامتصاص للموية. شوفوا معي الأشكال، أشكالها مرة حلوة. ولا تفوتكم أيضا اللبادات اللي وفرنا لكم لتجفيف الصحون والملاعق بالشكل هذا، أشكالها جدا أنيقة وأسعارها أيضا ولا أحلى. راح تاخذ القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس. كل الجميلات اللي حابين يهتموا ببشرتهم لا يفوتكم الأجهزة اللي نوفرها بين فترة والثانية، المجمع الشامل جهاز الأيس رول حلو جدا لعلامات الشيخوخة، يحارب علامات الشيخوخة وأيضا يعزز الكولاجين، حلو لتدليك البشرة. والحلو فيه إنه راح يكون من الجلد، يعني تقدري قبل الاستخدام تحطيه في الثلاجة عشان تستخدميه بكل أريحية. راح تاخذ سعر الجهاز بسعر 5.75 ريال هللة فقط. راح يجيك بالشكل هذا مغلفات صغيرة حلوة للشنطة الطلعات السريعة، يفك أزمة.